كده ليه؟ ايه يا جليله؟ مالك يا قلب اختك؟ اسم الله عليه، قاعد وحداني كده ليه؟ قاعد وحداني لا انيس ولا ونيس ولا جليس، بكيفك حارم نفسك من لما بكيفك. ايه القصيده دي كلها؟ سرحان شويه، ايه اللي حصل يعني؟ سرحان يا بختك، ما انت مريح دماغك على الاخر. ايه هتحسديني؟ احسدك على ايه؟ الحسد لعمة على طول عكازه. الله يكرم اصلك يا ستي. يا راضي يا راضي، انا بتكلم بجد، الحكايه كده مش هتنفع، انت لازم تشوف لك حل. حل في ايه بس يا جليل؟ انا ما عنديش مشكله عشان اشوف لها حل. انت هتفضل لحد امتى ماشي بدماغك كده اهو وما بتسمعش كلام حد؟ يا قلب اختك يا قلب اختك، انت محتاج حته عيل ياخد بحسك. انت بتكبر والنفر مننا بيحتاج ضناعه كل يوم اكتر من التاني. ده امر الله يا جليله. استغفر الله العظيم، ده مش امر الله، ده امرك انت وحكمك على نفسك. لا حول ولا قوه الا بالله. اسمع بقى، انت مالكش حل الا الجواز، شرع الله، وشرع الله مديلك لحد اربعه، واحنا مش عايزين الاربعه، احنا عايزين واحده كمان، واحده تجيب لك حته عيل. وفكرك حنرمي سعاد؟ ابدا، هتعيش هنا في الدار معززه مكرمه تخدم مراتك الجديده. ها قلت ايه؟ اشيع للوليه؟ وليه مين؟ ايه الخطبه يا جليل؟ اتفضل يا راضي. مالك زعلانه كده ليه؟ وانا ايه اللي هيزعلني يا جليل؟ انا عارفه ان انت سامعاني وقصدي اقول الكلام ده قدام عينيكي. عارفه انت لو بتحبيه تروحي بنفسك تخطبيله، ويوم فرحه تبوسيه من هنا اهو ومن هنا اهو، وتقولي له الف مبروك، ربنا يعوض عليك. ايه العك اللي انت بتقوليه ده؟ انا مش عايزك تزعلي من ايه. الو راضي، مين معايا؟ مين؟ زميلتك. زميلتي؟ الو، اهلا اهلا يا استاذ رجاء. لا مفيش احراج ولا حاجه. لا هو اتغير فعلا، بكره هيبقى عندك من الحصه الاولى، تعالي بدري شويه وانت تعرفي. لا 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 انا كويس كويس قوي. لا لا شكرا على واجب، مع السلامه. مع الف سلامه. يا ترى سبب المكالمه المفاجاه دي ايه؟ اصل الجدول بتاعها اتغير، انا غيرتهولها يعني، غيرتهولها امبارح وهي راحت النهارده وانا كنت غايب طبعا، فبتسالني يعني تيجي بكره امتى؟ وش معنى هي بقى اللي غيرت لها جدولها؟ اصلها بتيجي من المنصوره كل يوم، فاخرت لها الحصص بتاعتها شويه بالتبادل معايا يعني، خليت عندها يوم واحد بس من الحصه الاولى. اللي هو بكره. ايوه. وليه بقى بتقولها انك كويس ومفيش حاجه؟ هي حاسه من صوتك معاها في التليفون انه متغير عن العادي؟ جرايه سعاد، هو تحقيق ولا ايه؟ بتسالني عن سبب غيابي يعني، بتقول انت تعبان، قلت لها لا انا كويس، فيها ايه دي؟ لا ابدا مفيهاش حاجه. لا يا جليله لا، مالكيش حق، ما كانش صح ابدا تقولي الكلام المسخ اللي قلتيه ده. وايه اللي مسخه بقى ان شاء الله؟ يا شيخه حسي بيه، امال لو ما كنتش ست زيك زيها كنت عملت ايه؟ طب حطي روحك مكانته، لو حد قال لجوزك روح اتجوز وانت اللي هتخطبيله، ده انت كنت كلتي مصارينه. لا ابدا، كنت قطعت حيتك اكبر حته فيه قد كده هو. طيب اهو. بس ليه بقى؟ انا يا حبيبتي ست كامله، مانيش ارض بور جايبه له العيال بسم الله ما شاء الله. فكري كان لو ما بخلفش كنت كتمت وحطيت في بقي سد الحان. طب ارحمي ارحمي عشان ربنا يرحمك. وانا عملت ايه يعني؟ يو انا خايفه على اخويا اللي عامل زي الزرعه اللي بتدبل كل يوم بعد التاني، افرض الف بعد الشر عليه عي يرقد ما يلاقيش عيل ولا عيله يناولوه كوبايه ميه. لا يا حبيبتي، ده اللي حواليه بسم الله ما شاء الله اقل واحد فيهم عنده عيل واتنين، ايش معنى هو؟ يوه يا ستي بيحبها مش عاوز يعيش مع حد غيرها. طب وافرض ماتت؟ ساتر يا رب يا ساتر يا رب، يا شيخ ربنا يحفظها لشبابها. جرالك ايه يا وليه؟ انا بقول حاجه غلط؟ هو يعني الواحد مستخبي مننا تحت خيمه من الموت؟ الموت بيجي كده على غفله لاي حد. وهي يعني افرض ماتت على غفله هو يعمل ايه؟ يبقى لا طالبه لا حشام ولا عنب اليمن. بردك يا جليل بردك، ما تمسخيش نفسك، شيلي نفسك طلعي نفسك من الموال ده كله. وانا يعني كنت عملت ايه يا وليه؟ الله داني يا دوبك كنت بنطق كلمه بسيط لقيتها اتقمصت ومشيت. ها بسم الله الرحمن الرحيم، ايه عفريت العلبه ده؟ هو هما بيطلعوا امتى يا اخي؟ انت كنت فين يا بيت؟ كنت بزور. بتزوري مين
يا حسره، ده انت لليتي اهلي ولا خلاه. كنت بزور سيده ابو لبده. منك لنفسك كده من غير ما تقولي؟ لا يا عيني، اني قايله للحاج، وما دام قايله له يبقى ما يلزمنيش راي حد ابدا. لا ما هو طابع لازم تعمل كده. هو قال على راي المثل، اعمل للقيمه قيمه تديك بالصرمه القديمه. يعني الحكايه دي اتكررت اكتر من مره؟ ايوه، كل مره اقول جايز وقعوا مني، جايز صرفت مبلغ وانا ناسي، لكن كده كده ملهاش غير معنى واحد بس، اني بتسرق. وبتسرق فين؟ في داري في وسط عيالي. لا ما تدخلش عيالك في حكايه زي دي. انا ما دخلتهمش، انا مستغرب بس مين ممكن يخش اوضتي ويسرقني؟ نعيمه مثلا؟ وليه ما تكونش مراتك؟ ايه انت بتقول ايه؟ وده معقول برضو؟ ده هو ده المعقول الوحيد. ما تأخذنيش يا زكريا يا اخوي، ما هي بالعقل كده. ولادك وانت عارفهم، ستات ولادك وهم ولاد ناس واصلهم معروف، حتى نعيمه طول عمرها معاكم وعارفين ساسها من راسها. لكن ما تأخذنيش يعني مراتك دي مش عارفين لها اصل ولا فاصل. ما تزعلش مني يا زكريا يا اخوي، انا مرايتك ولازم انورك واكون صريح معاك في كلامي. انا مش بعايرك لا سمح الله. بس هي هتسرق فلوسي ليه؟ هتعمل بيهم ايه؟ ما هي واكله شاربه لابسه، ايه اللي طراها انها تسرقني؟ اللي زي دي اصلها بتبقى خايفه من الزمن، خايفه تتقلب عليها او تطلقها وترجع للعيشه اللي كانت عايشاها. وانا ايه اللي خليني اطلقها ما دام مريحاني وخدماني؟ بلاش، انت جايز تكون خايفه من عيالك بعد عمر طويل ففكرت انها تشيل حاجه للزمن. بس ايه؟ هتشيلهم فين يعني؟ بدور عليها مش لاقيها. طب ما ردنيش ليه عشان ادور معاك عليه؟ كنتش عايز اتعبك. يوه تعبك راح. ويا ترى لقيت اللي انت بتدور عليه؟ لا. طب بركه. بركه يعني ايه يا بنت؟ بركه يعني ان انت خلصت تدوير عشان اوضب بني الاوضه.